السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قلنا في الفيديو ده هنكمل هنكمل الايه المودلز، تمام، بتاعة المعاصر بإذن الله. تمام، يلا كمل. طبعا كنا بنعمل مسابقة في الفيديو اللي فات ما بين الولاد والبنات، لحد دلوقتي البنات 11 والولاد 13، تمام. طيب يلا يا قلنا يلا يا اياد. حاضر يا ميس. هنا عندي بيقول لي look at the following figure، بص في الصورة دي وحط صح وغلط. The number one movement of حط صح وغلط movement of two cars. خلاص هنا في هنا ايه العربية دي اللي هي المارس عربية روفر كيروسيتي، تمام. دي اللي بت من انت كمان اهو ده بتاع الدرس اللي انت مش فيه اختي. طيب خلاص يا اياد سكيب عادي معلش. عادي عادي خلاص كده تمام ماشي، اللي هو في الفضاء. خلاص اللي في الفضاء ده اللي احنا لسه شارحينه، تمام. ودي التوي كار، عارف تمام. الموفمنت اوف تو كارز، الاتنين دول كنترولد فروم، بنتحكمها from a غلط distance غلط 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 اصلا. يبقى شكرا، يبقى انت اديتهم يعني ما شاء الله انت غلطت جدا، شكرا يا اياد. يبقى ايه؟ يبقى الاجابة صح، لان الاتنين بتحكم فيهم من بعيد وانا ما بطرش معاها الفضاء. الاثنين ما بطرش معاهم الفضاء. ما تتسرعش يا اياد، خسرت الولاد. ماشي طيب، فضل اللي بعده يا اياد. يلا انا كار برضه 2، ما حضرتش عادي. كار 2 يا اياد. انت كار 2 يوز sunlight to move. لا لا غلط ايه ده؟ تمام، هو ماما اللي بتتجاوب معاه. لا انا مامتي مش قاعدة جنبي معايا في الأوضة لوحدي. في حد قال لا، ما اعرفش مين عند مين ده. ماشي 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 خلاص تمام. يبقى اكيد كار 2 دي ملهاش دعوه بالسان لايت. فانت كده يا اياد شكرا ليك، انت اديت للولاد درجه واحده. تمام يلا يا همسه. همسه همسه دخلت ولا ايه؟ تمام همسه مش موجوده. طيب يلا يا حبيبة وفرح. حبيبة وفرح، نعم يا ميس. يلا حبيبة، أنا عايزة حبيبة وبعد كده فرح. تمام the two cars. زي تو أيوة كان كونفيت كان كونفرت كونفرت العربيتين بيقدروا يحولوا الكيميكال انرجي، يعني الاتنين ببطارية يحولوها لإلكتريك. الاتنين صح، الاتنين يا نقدر حبيبة. نحركهم مع بعض. لا ما دي ببطارية، أنا بتكلم على بطارية. تمام العربيتين أقدر أحول الكيميكال لإلكتريك. لا لا تمام ماشي، يبقى ايه؟ يبقى غلط. طيب امال دي كنت بستخدم فيها ايه؟ كنت السولار انرجي كانت بتتحول لإلكتريك، تمام. الإلكتريك دي تشحن الباتري عادي جدا، بس ما تجيبش سيرة الكيميكال ساعتها، بعد كده يتحول لكاينتيك. فالكيميكال مش بتحول لكاينتيك في دي، لانها ما جابش سيرتها. هو الإلكتريك على طول هيحرك، او الإلكتريك سيبك من باتري حتى هيحرك الايه الكاينتيك، تمام، هيعمل كاينتيك على طول. خلاص مش يبقى يعني كده يا مس، ده نقطة للبنات ولا للمتتين؟ ثانية واحدة ثانية واحدة، هما اللي اللي أنا قلته ده. ثانية واحدة ثانية واحدة، أنا سرحت. ثانية ثانية عشان أنا ميس دماغي. هتبقى صح يا ميس، ثانية اتطولت معاهم ثانية يا ميس، يعني هتبقى ثانية صح. ثانية ثانية عشان أنا اتلخبطت. ثانية واحدة، التو كارز العربيتين بيحولوا الكيميكال لإلكتريك. يعني قلت السولار يتحول لإلكتريك، والإلكتريك يروح يشغل الباتري. الباتري فيها كيميكال تعمل كاينيتك عادي جدا، فالاتنين فيهم بطاريات بيحول الكيميكال لإلكتريك. أنا آسفة إن أنا إيه عيني خانتني وأنا بتكلم. تمام شكرا، يبقى كده البنات خدوا إيه من حبيبة درجتين، برافو. فرح بقى، we can use، نقدر نستخدم an electric cable، يعني إيه كابل سلك كهرباء to recharge battery، علشان اشحن البطارية تاني لو خلصت. ماشي في كار ون اقدر استخدم كابل بتاعت الفضاء دي، استخدم كابل اشحن البطارية فوق
لو هي خلصت علشان ده على بعض هعرف ولا مش هعرف؟ مش هعرف، تبقى غلط. يبقى غلط. برافو، يبقى تمام، شكرا، يبقى كده مش هتعرف. برافو، يبقى كده حبيبة وفرح جابوا للبنات 4 نقط. شكرا. يلا يا مش حضرتك قلت حسن. الاخوات ضد بعض؟ لا لا، خلينا هنا. يلا، عشان المسابقة ما تبصش. يلا يا حسن. لا لا سامي، يلا حلينا نمبر 1. all the following are processing process كان. that ايوه can برافو. change the air save سيرفس. except surface except سامعني ولا ايه؟ انا بتاع عندي قطع. شباب انت سامعني؟ ايوه لسه معين. تمام ايوه لسه تمام سيف سامعني. اسمه ايه؟ حسن. ايوه سامع يا ميس. تمام اوكي. ها، كل دول بيساعدوا اير سيرفيس على ان هما يغيروا شكلها، ما عدا ايه؟ ايه ايه؟ برافو، لان دايجيشن ده هضم، انا مالي بالهضم. تمام الحمد لله الحمد لله. سوري يا شباب، حيتش اقفل المايك. تمام، يلا يا غادة. شكرا يا حسن، جبت درجتين. ماشي، يلا يا غادة. بس يلا البنات حلوا مرتين والولاد حلوا مرة. بس بقى، خلاص انا عارفة هعمل ايه، مش عايزة كلام تاني. يلا غادة. electric wire made of ايه؟ معمول من ايه السلك؟ فاكرة؟ كاب كابر. برافو، معمول من نحاس. برافو، شكرا يا غادة. يلا يا مازن. all the following are form of fuel ما عدا except glass. كل دول من اشكال الفيول ما عدا الجلاس. برافو، شكرا يا مازن. برافو، تمام. يلا يا مالك. تمام. The sun provides us with A and A. تدينا ايه وايه؟ ها، light and heat. برافو، بتديني light and heat. excellent، يبقى كده مازن ميس ومالك جابوا 4. شكرا، برافو. يلا يا جودي. ميس يعني هيت يعني حرارة. heat يعني حرارة. برافو، الشمس تدينا ضوء وحرارة. يلا يا جودي. جودي ميس في حل السؤال. لا بص، محدش بيتكلم يقول لي ينفع حل السؤال. يلا يلا يا جودي، أيوة يلا نمبر بي. the used amount of fossil fuel cannot be replaced as quickly as it is consumed. ميس بيقول لي، ممكن تزعل. قول لي ليه شيل جيف ريزون دي خالص، وكأنه بيقول لي ايه، قول لي ليه، قول لي ليه كمية الفوسيل فيول ما تقدرش ان هي تريبليس كويكلي از كونسيومد. ليه ما ليه ما ما بتترجعش بسرعة؟ ليه؟ تقولي لي كده بالعربي. بيكون عشان الفوسيل فيول بتتعمل في أكتر من ملايين السنين، صح؟ برافو، اكسلنت. يبقى تقولي ايه بقى؟ ها، ويعني إيه بتتكون بالإنجلش؟ فورمد. اتس فورم. Because fossil fuel تمام، formed is formed is formed over millions of years. تمام، ماشي. انت مش فيديك الانسر يا جودي؟
يا ميس والله العظيم مش معايا الانسر ماشي اصلا. ماشي. because fossil fuel is formed of متكون ايه على مدار over millions of years، متكون على مدار سنين كتير، فازاي ان هو هيبقى سريع؟ تمام. يبقى هنا بيقول لي قول لي ليه ال used amount of fossil fuel، الكمية اللي انا استخدمتها cannot be replaced، ما اقدرش اعوضها بسرعة زي ما انا استخدمتها. ليه؟ عشان fossil fuel بتتكون على ملايين السنين. تمام، برافو برافو. تمام روضة، انت عندك مشكلة في الصوت ولا ايه؟ تمام خلاص، جودي جابت نقطتين، شكرا. يلا يا بودي. تمام. كورسيستي is a robotic bicycle that is digital to explore. هو ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، مقفل المايك. ممكن انا جاوبت. طيب ثانية واحدة، انا عايزة انا كان مين اللي بيجاوب دلوقتي؟ كان اللي بيجاوب ثواني. بودي صح، تمام. بودي بودي بودي، تمام اهو. دوس على الزرار اللي جالك يا بودي بعد اذنك. تمام To اتفضل. explore the surface of moon Mars. برافو. الكروسيتي بستخدمها عشان اعمل ايه للمارس، الايه للمريخ، ان انا اروح ايه اكتشفه مش المون. اكسلنت بودي، جبت نقطتين للولاد، برافو. انت بودي وائل صح؟ هايدرو الكتريك انرجي، الهايدرو الكتريك انرجي، الانرجي اللي جايه الميه، از نان اوف نان رينيو وان اوف نان رينيوبل انرجي ريسورس، لا هي رينيوبل. رينيوبل. برافو ماشي، سؤال سهل خالص. ماشي جبتي للبنات نقطتين، تمام كده يعتبر كل واحد جاوب حاجه. ماشي تعالى بقى نقول الايه، اعدلكم واشوف البنات كام والولاد كام. ثانيه واحده، تمام. يلا في واحدة بس نسيناها، همسة. يلا قولي يا همسة. اوكي سامحني. تمام. نمبر 3 صح؟ تمام. small solar panel are used to supply one light bulb with sound energy pulse. تبقى ايه؟ ماشي، ما هي الإجابة تبقى ايه بقى؟ electric energy. هي أصلا السؤال ده ملغي. ماشي هو المفروض تبقى الإجابة، ماشي صح، هو إن هو هيدي اللايت بالب إلكتريك، بس ممكن تحل بعدي. تمام. ثانية واحدة. توي كار ديبند اون باتري. تمام، بيعتمدش كسورس اوف الكتريك انرجي، بيعتمد على الباتري. اكسلنت ماشي برافو، شكرا يا همس. كده بقى نقدر نحسب بقى كده. همسة بس أول واحدة إيه؟ أول واحدة إيه؟ أنا وائل، مرتين. اول واحدة، لما كل الوقت بنجاوب وانا من مرة مرسي، واحدة. اول واحدة دي ملغية. يبقى كده احنا قلنا ان الولاد 22 والبنات 23، كده البنات كاسبين بنقطة. الماتش سخن قوي، يلا بينا بينا بسرعة بسرعة نشوف مين اللي هيكسب تاني. يلا يلا يا بتول. What happen if، ايه اللي يحصل لما you turn on an electric لسه مش fan؟ اخر واحد كان البنات هي اللي جاوبت. كانت اخر واحدة هي همسة. تمام مش مشكلة عادي. يلا what happen if، ها you turn on an electric fan، شغلتيها، ايه الانرجي هيتغير؟ ليه انرجي؟ هيجي electric energy is converted into kinetic energy. برافو برافو. electric energy converted into، تتحول لايه؟ برافو كاينتك kinetic انرجي. energy. ميس انت عارف excellent. حاجة؟
ثواني. بس طالما هي طالما كده هي قالت البنات ليهم فرق لا ماليش دعوة. واحدة. نو يلا يلا بس، محدش انا الحكم هنا، محدش كلب. مش عارفة أقرأ. يلا نمبر 2 electric energy. حاضر انا، ما انتوا عارفين الكلام. ماشي حاضر، هنمسح خالص ونكتب. بس مش عارفة أقرأ الكلمة اللي في الآخر يعني. حاضر اهو اهو، اكتبها لك على الكيبورد اهو. حاضر عيني، واكبر الخط كمان واخليه اسود اهو. electrical energy اهو is converted into kinetic energy. تمام، شكرا يا بتول، برافو، جبت للبنات نقطتين، بقوا من البنات 25. عفوا يا ناس، يلا يلا يا سيف. يلا بيقول لي الووتر هم؟ ميس. انا احل كل الماتش. لا حللي واحدة بس. بيقول لي هنا الووتر، هقول له it's a liquid renewable resource of energy. ماشي، يبقى 1D الووتر عبارة عن ليكويد يعني سايلة، ورينيوبل انرجي. برافو، اكسلنت يا سيف، جبت الولاد نقطتين. ماشي تمام، اوكي يلا. ها الولاد بقوا كده 24، البنات لو وقع منهم واحدة خلاص كده ايه، بقينا متعادلين. خلي بالكوا يا ولاد، يلا محدش يقع. يلا يا هنا، لا مش المفروض دور البنات، هنا دور الولاد كده، عشان بس حاجة قلت البنات بس مرتين تاني. والولاد لا مرتين. لا بس، يلا ها. wind energy it is gases renewable resource of energy see. بيقول لك في ال 2 تمام، gaseous يعني حاجة جاز، renewable energy. excellent، برافو، ماشي كده. شكرا يا هنا، جبت 2. يلا يا ياسين صبري، مساوي 2 ايه؟ 2 دي هنا 1. ثانية واحدة، 1 سي؟ ثانية، لا 2 1 دي 2 سي، سوري انا عيني خانت. ماشي نمبر 3 يا ياسين صبري. قول ايه؟ مش كنا بتروح. طب معناه ايه؟ it's need extreme heat and pressure to be formed from remains of dead plants. يعني يعني ايه؟ محتاج حرارة حرارة وضغط، برافو وهو معمول من النباتات الميتة. برافو، اكسلنت، برافو يا ياسين، تستحق الدرجتين بجدارة، اكسلنت، برافو. تمام يلا يا لوجي كامل. The sun. هم؟ It is the main source of energy of the Earth's surface. تمام، السن هي المين سورس اوف انرجي، المصدر الرئيسي. اكسلنت، برافو، يبقى 4 بي، اكسلنت يا لوجي، جبت درجتين. ماشي يلا يا حسن. نعم. ديفايس 1 عندك هنا، ديفايسز تمام، بيقول الالكتريكال انرجي بستخدمها علشان اشغل ايه؟ ايه شغل 2 تمام، و3 تمام. ادم ادم اقفل المايك، و3 هو آدم ما بوظش خالص. تمام، 2 و3 ومين تاني؟ لحظة، مين تاني بيتحط في الفيشة؟ 4 4، excellent، برافو يا حسن. تمام طب ممكن تكمل نمبر 2؟ ايوه. الفان تمام دي وفور تمام كاينتيك انرجي موجودة في الديفايس مين 3 و4، عايز حركة ف3 و4، برافو، excellent، انا برافو يا كده حسن. خربت.
يلا يا كده خلصنا يا كده خلصنا ايه سؤال حسن. يلا مش كده احنا 4 نقط انا مش سامعة، ثانية واحدة. عادي، مش كده 4 نقط، 4 نقط فاضل لسه لسه انا مخلصتش. يلا 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 يا غادة. غادة ماشي. تمام. بيقول لي all of the following، كل اللي جاي ده renewable، بيتجدد ونضيف ما عدا ايه؟ برافو. الكول ده ران renewable. excellent، برافو يا غادة، جبتي نقطتين. excellent تمام. يلا يا ياسين رأفت. ياسين رأفت، هو ياسين رأفت موجود ولا ايه؟ ياسين نعم. يلا، لا حضرتك مش بتقولي ياسين، اصلا مش ياسين مين؟ فاضية يا بس هو ياسين رأفت مش الولاد موجود؟ موجود فين؟ طب ياسين رأفت اعملي ريز هاند كده. ياسين احمد تمام، اتفضل جاوب لي يلا. يا نمبر 2 هايدرو الكتريك انرجي ريت فروم ايه؟ الهيدرو الكتريك انرجي طالعة منين؟ ميتان ايه قولي، ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ ايه يعني ووتر فون؟ قولي المية تقع كده بس. تمام، بي نمبر بي والووتر فول قدام ان هو كده، وبرده من السدود. بي ماشي بي صح، يبقى الهيدرو الكتريك انرجي بتطلع من الووتر فول والدام. مركزين؟ تمام، برافو يا راسين، برافو كده. 2 كده تمام، انتوا ما شاء الله متعادلين. تمام بتفضل يلا، تطلعوا فوق كده يا مسدي يا حاضر عيني كده. بص، تمام ولا ايه؟ النهارده سهلة أوي ما هو ان احنا خلصنا المنهج بقى، فكله سهل، نقعد نحل بسرعة. خلاص يا بس. تمام شكرا يا ياسين. يلا يا فريدة. ميس لسه في سؤال فوق، احنا ما شاء الله احنا خلصنا ما شاء الله في 3 لينكات، سؤال نمبر 3. خلصنا يعتبر ايوه خلصنا خالص. ماشي يلا يلا. نمبر 3 يا يا فريدة. Both hair dryer and electric water kettle produce نقط energy تمام thermal. برافو. البوس هير دراير والالكتريك ووتر بيطلعوا ايه؟ نيس بيطلعوا لي ثيرمال. تمام نيس ينفع اكسلنت. هي بعدها عشان عايزة تخش الحمام؟ ثواني، هو دور بعدها يا عمر خالد. هو مين اللي بيتكلم ده بقى؟ عايز اخش حمام. انا اياد نحل دي بس عايز اخش الحمام. طيب لا ما، طب روح وتعالى، روح وتعالى بسرعة، روح يلا. مش محمد خالد زي آدم كريم برضه لايقة ينفع؟ لا يلا ليه لا؟ شكرا يا فريدة. عمر خالد فين؟ أنا هو بيسمع حضرتك. تمام يلا يا عمر. نمبر 4 Some electrical devices need energy to be recharged. ها يعني هتبقى عايزين. electrical ايه؟ برافو، هما بعض الأجهزة الكهربائية محتاجة عشان تتشحن، محتاجة كهرباء. electrical energy. excellent، برافو يا عمر، يبقى درجتين شكرا. رودينا محمد. نعم يا ميس. ده ملغي. ماشي شفتي حظك بقى، شفتي. يلا يلا نمبر 1 في scientific term. A process in which water changes into water vapor. البروسيس، العملية ان الووتر بيتحول لووتر فيبر. ما اظنش انك عارفاها، هي صعبة شوية يعني، هي اسمها عملية evaporation، اللي هي عملية التبخر. التبخر. اه أيوة ماما، هي بس السؤال ده وقف مع ماما برضو، كان في الكتاب بتاع المدرسة. هو أنا عايزة أفهمها بقى عشان إيه يعني evaporation ايه؟ دي، إيه الموضوع ده؟ اقول لك يعني ايه. يقول لك ان الووتر المية هي قدامي في الحلة ماشي،
سبتها على النار انت وسبت الحلة مكشوفة، فجأة ما لقيتش المية، راحت فين؟ عفريت كلها ده ولا ايه؟ لا، المية ايوه اتبخرت، المية اتبخرت، طلعت سخنت 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 لحد ما اتحولت لبخار، فإنها تسخن وتتحول لبخار دي بقى اسمها evaporation. تمام يا مستر، تمام. انا كنت عارفه هو ان هي عمليه بس مش كنتش عارفها بالانجليزي. لا، احفظوها بقى عشان لو حابين يرخموا، ما موجوده في كتاب المدرسه. ماشي، معظم الحاجات في المودل زيكو كتاب مدرسه، وهحل لكم السؤال اللي فوق ده. دي جت لي على فكره، دي جت لي في كتاب المدرسه دي. تمام، هحل لكم اللي فوق ده برضو احتياطي. بيقول لي البلانتس بتاعت الويت لاند اريا هيل بانفورميشن اوف دلتا. الدلتا يعني ايه؟ دلتا يعني الريفر رايح يقابل سي، ادي بحر رايح، وادي ريفر نهر زي نهر النيل، اجي يروح يروح ايه مبطئ حركته ويلاقي سي كبير، في يا لهوي يروح فاتح ايده كده اتنين ومكون ايه شكل مثلث دلتا. تمام، فده بيحصل نتيجة الايه ديبوزيشن. خلاص، طيب النباتات الموجودة هنا بقى بتخلي المية تبطئ حركتها، النباتات بتخلي المية تبطئ حركتها. تمام. فبيقول لي البلانت بتساعد ليه على الدلتا؟ ليه اي حاجة بتساعد على الدلتا؟ هقول بيكوز they help بيساعد in increasing ميس هكتبها لكم بتاع ده، هكتبها لكم بالكيبورد. انا عارفة اللي فيه. طيب because، ميس نعم كان اي جود درينك ووتر؟ اوكي بسرعة. طيب because they help، النباتات دي And بتساعد في are ايه؟ بتساعد ان احنا نعمل ايه؟ نعمل دلتا بسرعة. تمام، الدلتا كده كده هتتكون، لكن وجود نباتات تسد المنطقة برضو وتخلي المية تبقى بطيئة، تمام، تعمل ايه؟ تخلي برضو ان انا اعمل دلتا اسرع. تمام، because they help in increasing the rate of deposition، يوه deposition ايه process، يبقى بيساعد على ايه؟ يعني وجود النباتات الموجودة في الأرض دي بتساعد على تكوين إن أنا أعمل ديبوزيشن بسرعة، يعني بحيث إن هي توقع في إيديها، عارف أما إيه؟ حد أنت تكون شايل حاجات كتير وحد عمال يخبط فيك، فتعمل توقع توقع توقع، بتعمل ديبوزيشن، توقع بس هو توقع انا ما توقع. ينفعش بتاعت نفس الحركة بتاعتك دي ما ينفعش إيه؟ اكتب في الكتاب بتاعي بنفس الحركة دي، اصل انا مفيش مكان عندي. معلش، اكتبي من اول فوق هنا، من اول، بصي من اول السطر هنا خلاص، من اول الكتاب اكتبي. ماشي، طيب يلا شكرا. وكده ايه كده، انا ما لسه ما قلتش حد يجاوبها عشان رخمه. رودينا كده برضو انت ما جاوبتيهاش، تمام، عشان انا اللي جاوبتها، عشان السؤال كان تقيل عليكم شويه. فيلا اوكي، يلا تاني يا رودينا، معلش. ها، نمبر 2. The liquid that stores chemical energy and it's used to move cars. هو عامة أنا معرفش ايه الليكويد اللي جوه، الليكويد اللي جوه الكار. هو في أصلا ليكويد اه طبعا فيول ماشي، ممكن فيول، صح، بس في حاجة معينة ممكن تقولي فيول ومش أو يحسبها لك غلط. جازولين. جازولين، برافو، يبقى الجازولين، تمام، اللي هو بيقول عليه بنزين، بيقول، اللعبة العربية اللعبة، لا انا بتكلم عربية كبيرة، يبقى ده جازولين. أيوة كده. تمام، برافو، اكسلنت يا رودينا، برافو عليكي حبيبتي، جبتي 2. يلا يا آدم كريم، السلام عليكم. يلا. It is a لا، device آدم that كريم، allows. آدم كريم مش آدم سامي. يلا ها، أفيول، ثانية واحدة. A fuel that is produced، produced from remains remains، of animals
and the planet in under the earth surface. هي اللي بيطلع الكوكب. من الديد انيمال والديد الديد بلانت. طب كانوا ايه نوعين نوعين الفصل نوعين يا اختي نوعين الفيول كان ايه؟ ميس هو نمبر 1 يا ميس، مش المفروض ان هو كان بوتر كاتل؟ نمبر 1. لا ميس ده انا بقولك عارف، العملية. انا عارف فيول. ثواني آدم، انا بكلم آدم. ايوه ميس، ها انواع الفيول كان ايه؟ بايو فيول وفوسيل فيول، تمام. البايو ده كان من حاجات حية ولا حاجات ميتة؟ حاجات ميتة. البايو فيول فوسيل فيول. بايو كان حاجات ميتة. البايو انا بقول حاجات حية، حاجات حية، حاجات نرجع حية. الفقر. تمام. يبقى بيقول لك هنا الفيول اللي جاي من حاجات ميتة سواء كان انيمال او بلانت، يبقى مين؟ ميتة. اه انيمال او بلانت الاثنين. ها بص، فاصل فيول. برافو، ركز شوي. انا مش ذاكر، وانا عملت حاجة وانا جاوبت صح. لا انت ما سمعتش المراجعة كده يا ادم. ماشي طب اسألي ماما. طيب لو ما سمعتهاش قولي لماما، ده انا عامل على تليفون خالتي كمان لايك عليها. ماليش دعوة باللايك. ماشي طب ماشي. طب فاكر البايو فيول كان منها ايه؟ طيب البايو فيول، اه ما تدعبسش في الكتاب. بس ايوه مين ايه ده؟ بقى اقول لا يا تمام. هلو، ميس، هيا يا ادم. طب ما انا قلت ماشي. كانت وود و ماشي ميسي ميتي كان هيقفل تمام خلاص. شاركول. تمام ما تغشش يا ادم بس. ماشي المهم خلاص كده هنقفل الفيديو ده، بس هنكمل انا مش الفيديو اللي فاهم ميس بعده. الجيب ريزون. حاضر اللي هنقفل هنقفل ده بس انا دلوقتي. غيرت التليفون فمش معايا الجروب تمام دلوقتي احنا هنقفل الفيديو، هنقول باي باي عشان الميتنج هيقفل. هنكمل الفيديو اللي بعده. يبقى اللي عايز عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 010-299-19-557 عشان يخش على جروب الواتساب ويكمل مراجعة معانا ان شاء الله. خش الميتنج اللي بعده على طول. تمام.